يا ساتر يا السلام. طيب انا عارف مكان الجثتين وانا اعرف القاتل، تفضل قول. اليوم راح اجرب الماب الجديد في لعبه امونج اس، وهذا الماب هو الطياره اللي في لعبه هنري ستيكمان، حطوها ماب في امونج اس فراح نجربها. بس قبل ما نجربها لازم اقول لكم بحاجه مره رهيبه يا جماعه، منصه مدرستي متعاونين مع لعبه ماينكرافت، اقطع ام الفله تلعب وتحصل لك شهاده. ادخلوا بس على هذا الرابط راح احطه لكم في الوصف وسووا تسجيل، وبعدها اضغط على استمر بحساب مايكروسوفت، وهنا حط الايميل والباسورد حق حسابك في مدرستي، اضغط فوق على فهرس الدوره التدريبيه راح تلقى لعبه ماينكرافت، اضغطها بعدين اضغط خيار مغامر في ماينكرافت. دحين لازم تخلص 14 مهمه بالبرمجه. اول مهمه شوفوا هنا ستيف يقول لك وصله للخروف، تجي ايزي تعطيه حبه التحريك الى الامام التشغيل بوم ايزي وصل. طبعا ما راح اغششكم، خلاص انت لما تخلصها تحط اسمك وتطبع الشهاده وترسلها للاستاذ. بس انا متاكد ان في ناس راح تيجي تقول ابدر يا اخي هذا ايزي، نبغى اصعب من كذا. اوكي تعال حمل ماينكرافت النسخه التعليميه، واول ما تدخل لازم تربط حساب مدرستي باللعبه، بعدها اضغط خيار اور اوف كود، وبعدها اضغط هذا الخيار ويلا ابدا. هذه جلد، لو تخلصها فانت اسطوره في البرمجه، لو خلصت تطبع الشهاده وارسلها للاستاذ، وبرضو ارسل لي في تويتر ابغى اشوف انا الاساطير. راح احط لكم كل الروابط في الوصف، والان اخليكم مع الفيديو. اوه ماي اوكي، امبوستر في الماب الجديد اللي ما ادري عنه اي شيء، واختار المكان اللي ابغى ارسم فيه. يا رب ستراك، يا رب يا رب ستور المين هول. يلا هذه الطائره طبعا المفروض انا اكون عارفها. شوف انزل، اوه نايس، ورب هنا احس ذا المكان ينفع اني اقبض واحد فيه. ما في ولا واحد، نقابل ناس فيه. استكشف يا شباب، حياك الله. نايس شعر، الله شعرك رهيب. ايوه في الحمامات. اوه ماي جاد، يا ربي يا ربي. ايوه اوكي، لا بسم الله يا اخوان. كانك في المطار. القم انت شعرك، القم. واحد بقول مين شعره. شباب اول قتله مرت بسلام، امور طيبه. خلونا نروح المطبخ. اي فجعني. ايوه في هنا مهمه الطبخ، بس ما ادري هي هنا ولا اوه ماي جاد ايش ذا؟ اوه الكاميرا هنا. اوكي حلو حلو حلو. الجوهره ذي يا جماعه، الجوهره. اوه ماي جاد، اوه هذه راقب في الكاميرا. حلو محمد فوز راقب حق حد. هذا الصوت ده محسس. ايوه السلام عليكم. اوه ماي جاد، ايش ده الصوت؟ عندي صوت مروحه في كذا صوت تن تن تن، هذا توقع حق الصوت. الصوت اذا كشفنا يطلع الصوت هذا. انا بالحمام ناشب، عجزت انا في مهمه عجزت اسويها بالحمام، يقول لي ما ادري نظف الحمام، عجزت انظفه. الله يكون في عونك. يعني معليش يعني حمد جيم. انا في الحمام مع ابو عابد هناك. وش شفت يا قوي؟ طيب بكسبي انا كنت اجمع مناش كذا ستيف الحمام. انا ما جبت لي الحمام يا اخي، وش ذا المضايف؟ طيب بندر وين؟ انا في السكيورتي، كانت تشوف الكاميرات، شوف الاماكن. شفت شيء بالكاميرات؟ لا شفته بس كلاش مره كذا عند مكان الجوهره. اي اللي بالنص اللي في ستيكمان. ايوه هذه الجوهره الغرفه الدائريه. اي 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 بس هذا اللي شفته. مو مكان جثه في ال انا ما ادري ليش احس بندر هو القاتل، عشان في قتلات كثيره صح؟ اي لانه هو دائما يطعن كثير. حاضر كنا اللي حاطه شرير. واو واو يا التحليل. حطوه على بالكم انا بس. طيب والاول اللي في بالنا من نسيناه؟ شادو ماي. شادو والله يرحمه، الله يرحمه. طيب راح الصوت، واخيرا خلينا نجي هنا الكارجو بي. انا راح اكون بعيد. اوكي اقلع شكلهم، كلهم رسبانوا هنا. ايش ذا؟ اوكي ايش هنا؟ او ماي جاد انفجعت ليكون. لا ما عندي القتل. اي انا برضو ابغى الحمام يعني لحد يدخل. اهم شيء قفل مع الباب. وعبد اختفى. بندر بندر. سكر صلعه. ها
انا راح اوقف القتل هذا شويه لان دوده قتل الصراحه. ايوه هذه الجوهره. او ماي جاد او ماي جاد. ابعد عني ابعد عني. روح روح فنت روح فنت. ها يلا انا فنت معاك. اوه حلو 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 حلو. نشوف هذه هنا. لا اله الا الله. شباب بندر احسه والله. انا اقول بندر جماعة الخير. انا جالس اتمشى اشوف الاشياء اللي في الماب. كلها هدوء انطلوها على بندر. شوف بس اسمع انا خلوني اقول لكم انا اتمشى في الماب وجالس اقول للمتابعين او ماي جاد يا جماعة هذه اللي في حلقة طلعت ستيكمان لاني لاعب انا ذا الماب فاهم. اي عادي تقولها وانت امبوستر عادي. او ماي جاد بندر الحين راح استكشف الماب الجديد وري المتابعين وانت شبح. ها طيب طيب يلا انقلع بندر بندر. او ماي جاد يو دام قطع ام ابو عابد يا جماعه على الاحساس يجيبها. ايش ذا؟ شوفوا التحليل السلح كوكوبيت هذا انا فيه. السكيورتي شوف فين هنا يعني انا اقرب واحد. سبحان الله. اوكي شباب هذه المره احنا نفس السريع فانا راح اسوي مهمه تستكشف كذا نشوف الوضع كيف. ايوه هذه ما عم نوصلك ورانا ورانا. اوه ها ايوه ايش ذي؟ جمع الملفات ولا ايش؟ اخذها بعدين ارتبها هنا. نايس اوكي حلوه. هذا الملف لا ما اقدر اخذها سوا كلها. هذا اخر ملف هنا مضبوط. اوه عادل ماجد تمام. انا بريء. انا شفت القاتل من هو وعندي اثبات. اثبت اقول اجمع سراويلكم اجمع 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 طفت اللمبات. حلو بديت احطها بالكيسه. اول ما حطيتها بالكيسه ايه طفت اللمبات لقيت جثه عادل قدامي. مين اللي مر من عندي؟ مين؟ مين؟ ايه مزكس. طيب خلني اقولها من منظوري. انا ما ادري ايش رجع خالد معه. ايوه خلاص انت الكيم ولا ما ادري. ايوه يا شباب حتى اقولها من منظوري. واحد منكم اثبات سر واحد واحد منكم اصفر. الله يرحمك. مزكس طيب يعني اوكي خلونا نكمل مهامنا بامان. او ماي جاد وات اجمع اسلحه دايم احطها هنا. او ماي جاد ليتس جو. افتح افتح ما تعرف تفتح. هيا اوكي ليتس جو. ايوه البس هذا. او ماي جاد اختار اي شيء يعني. الو البسه زي هذا يعني هذا كذا. شوف هنا فوق اللبس اوكي رهيب. يس خلصناها. او ماي جاد الفلوس. او ماي جاد حسبت اني مت. انا اسحب السيفون يا شباب. ايش مهامك هذه معاوي؟ والله ما ابغى احط انا بالحمام انا اضرب. طبعا انا كنت اجمع المناشف في غرفه الشاور. ايوه خلصت المناشف جمعتها رحت اشيك الشاور يعني اذا في منشفه ولا شيء. كان الباب مقفل. دخلت الحمامات ولقيت جثه شادو وكان عندي بالشاور بي اكس بي وابو عابد وراحوا يسار وتقفلت الابواب. انا واحد من الزمحه الثاني انا لا حول ولا قوه الا بالله يعني مفربط دوبه في الحمام. لكن سؤال ليش جمعت المناشف ما جيت تحطهن؟ لا انت كلير اجل. لا ليش طيب جاوب جاوب يا غالي خبرتي السراويل خبرتي السراويل خبرتي يا خالد. انا اول مره اجمعها نصبر على اول مره معلمك انا الوظيفه وظيفتي انا تجمع السراويل. تقول يا شباب ما راح يحط السراويل هذه وظيفتنا. تعال الحين تخرب علي راسك. لا بالله تاخذ السراويل تحطهم بعلبهم بعد ياخذ السراويل يجمعهم معه شيء شبيبه. لازم يحطها في الكيس يعني مو في مهمة. وجريمة التفييك هي أنت. كيفكم كيفكم؟ أنا أقول خالد. أنا بتسكبون ما تمسكبين بكيفكم. أنا معكم يلا خلاص. رجاني نضبط. إيه جمع زين. راويلنا مبلغ ترى.
هيو خلنا نسوي ذي المهمة. ايش؟ وات؟ اه داركسون بيب بيب. اوكي نحن انا دوري اجمع السراوي لله يستر. اوكي هذا 2 8 او ماي جاد. اوكي 3 ايوه حلو يا سلام. هاك واحدة بس هذه اللي في الارض اكيد. يب حلو يلا نحن نحطها هنا. اوكي شوف كيف. او ماي جاد هذا طبعا عشان تروح في الغسيل. خلاص سراوي لكم انا لا تسوي اي شيء. حلو تمام تمام. وي ها ما حد يقتلني. هزمنا. لا حرام والله اني شايف واحد في واحد ميت بال يا ابو مناشف ابيك لا عم التنتي. يا اخي ورا ما جيت احط السراويل معي. جدك اصبر اول مره كيتشن. اول حاجه شباب اليوم راح نسوي برجر. كيف بقى؟ يعني انتم جيتم للشخص المناسب. اولا خبزة حلو، بعدين طماط بصل خس طماطم بصل. طيب واللحم ما في؟ لا يبغى كذا بدون لحم. والله بدون لحم خذ لك برجر نباتي ذا ولا ايش؟ تبون التيام مباشر ولا تبون نسأل الاماكن اول؟ التيام مباشر. ايه من الاختصار الاتهام مباشر على مزكس. لا 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 انا اقول اماكن. هنا في مهمة؟ اوه في مهمة هنا. ريفيل كود. وات؟ ايش اسوي في ذي؟ اوكي طيب خالد وصاب مين؟ ايه تحركات خالد غريبة مدري ايش الوضع. طيب ايش اسوي في اجي من الجهه الثانيه واتذكر. اي الغالي ناسي. يا ساتر ايش ذا الصلخ. ذا اللي صلخ يعني ذحن. اسمع يعني ذحن شادو يعني ذحن شادو انت اصبر يعني ذحن شادو يقول انه شاف عادي وخالد يقول انه شاف محمد جيم يعني هو في 2 امبوستر وكل واحد يعزز الخويه. لازم اكتشف القاتل يا جماعه في اسرع وقت واحشر له. لازم 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 اشوف حل. اوكي هذه المشكله. ذحين ما في الا ذبح. يذبحون ذبح ذحين. خلاص ذحين يذبحون يفوزون يا جماعه. يا اخي ما ابغى ذي المهمه. انا حسيت شوف تحليلك الصح بس ما خدمني الوقت. شوف الحركه تسوي له كذا وكذا عشان الكاميرا ما يلاحظها. ايوه بي اكس بي تذكروا ها بي اكس بي. ايوه بي اكس بي ام زد. سوى نفسك انك ما تشوف. رجعنا وهو ميت عن بي اكس بي. او ماي جاد ليش لاصق فيه؟ اوكي بي اكس بي بس الزر فين بالضبط ما ادري. بي اكس بي ومحمد مين؟ محمد مين يا ربي؟ شفت الاسماء راح اتذكر. يا ساتر. السلام. طيب حلوين شوف انا اعرف مكان الجثتين وانا اعرف القاتل. وتفضل قول انا كان اتفرج على الكاميرا. ايه تمام بعدها وينك؟ كان مأفك بعدين شفت بي اكس بي دخل في ميزكس كذا وراه بالضبط لصق فيه. يب 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 يب. فبعدين انا سويت حركه ذكيه لفيت على كاميرا ثانيه عشان الكاميرا تطفى. بعدين أيوة. انتظرت حق كذا نص دقيقة ورجعت ووجدت الجثة مقطوعة إلى نصفين. حط كونان يا إدتر. وأنا برضو بي اكس بي وبرضو شفت مرة من عنده قبل ما ألف للكاميرا الثانية. أيوة حمد. يا ساتر حمد جيم. نعم هذه تحريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عابد أنا كنت معك. ما كنت معي يا كذاب قاعد أسوي برجر. يا عيال قدام شال له واحد قبل ما يمشي. يا عيال قدام محمد جيم بندر حط هنا دقه تكون بسرعه بس كان والله بندر. هي شلون قلت لي كاميرا شغاله ولا لا؟ ترى ما اعرف. اي ما ادري وين الكاميرا. انا والله انه اسطوره. قدم يا رجال
كيف يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. قولوا لي ايش رايكم في التحريات، يعني صح اني القاتل يعني شوية رجعلة بس تحقيق مرات يولع عندي. فاتمنى انكم استمتعتم، لا تنسوا تقيموا المقطع وتعطوني لايك، واللي مو مشترك اشترك، وبس مع السلامة. يا اخي انا متغبي جوا الحمام جذبحني.